معكم أمين الخضاري رئيس جمعية مدخيش حومشي. الجمعية كيف ما كتعرفوا الإنجازات اللي قامت بها لا في الحي ديال الأصلي الجنوبي ولا من خلال الجداريات اللي قمنا بها. الجدارية اللي كتشوفوا دابا ديال السي عبد الجبار الوزير هي واحد الجدارية حلم كان كيراودنا في الحياة ديالو، وإلا أنه دي بروسيدير وإجراءات اللي خلونا أننا نتعطلوا على دابا. القدر انه حال دون انه السي عبد الجبار ما يحضرش معنا، كان الامل ديالنا هو يحضر معنا. الجداريه اللي حاولنا اننا نجمعوا فيها التاريخ ديال السي عبد الجبار الوزير، اللي لا من الانتماء ديالو لمدينه مراكش ولا المقاومه اللي مر منها ولا لاعب كره القدم فريق الكوكب المراكشي ولا المسرح فاشي، كل شيء عبرنا عليه من خلال هذه الجداريه. كنبغي نشكر نوجه واحد الشكر للناس ديال كانال فورم، المسؤولين ديال كانال فورم اللي هما الوحيدين اللي قدروا انهم يفروا لنا فصاد على صعيد مراكش، هما الوحيدين اللي دعمونا بهذا الفصاد هذه، قال لنا حنا نعطيكم فصاد باش ترسموها. كنبغي نشكر الشركه ديال سمين اللي دعمت هذا الشباب بان نصير اللي تقريبا مده ديال 12 يوم، الامر ماشي سهل، فمن هذا الباب كنبغي نشكرهم. الشكر خالص للشباب الجمعيه، هذا الشباب الطموح والغيور على هذه المدينه، لانهم قدروا يوفروا المصارف المتبقيه ديال الجداريه. كنبغي نشكروا الامن، رجال الامن والسلطات اللي وفروا لنا ظروف امنه، كذلك خصوصا في لاميناجمون هنايا الطلب اللي قدمناه للناس مؤسسه مقاطعه المناره، فقدمنا لهم واحد الطلب بخصوص لاميناجمون بخصوص الصوره، فكانت استجابه فوريه، فكل هذه الفعاليات خلت ان هذه الجداريه تكون ناجحه في مدينه مراكش، وتعد هي الاكبر في مدينه مراكش. من الساكنه ديال ازلي اللي خدامه في نطاق هذه الجمعيه، ديال الجمعيه شباب باقي صغار وطموحين، وراه هذه ماشي اول جداريه تيصاوبوا، هذه تقريبا الجداريه الثالثه ولا الرابعه، ولهم كل الشكر، كل جزيل الشكر. وراه هذه الجداريه هذه كانت مقرره تكون قبل ما يموت الفنان المرحوم عبد الجبار الوزير، كانت مقرره ترسم غير ما لقاوش لا فاصاد فاش يديروها، فاش لقاو لا فاصاد ديال هذا كانال فورم اللي حتى هو جزيل الشكر اللي عاونهم ودعمهم باش تخرج هذه الصوره للوجود. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.